شكري يؤكد أن التمويل المخصص لعمل المناخ الدولي لم يصل بعد للحجم أو للسرعة المطلوبة. الرئيس العراقي ورئيس البرلمان يؤكدان أهمية تشكيل حكومة تحمي مصالح العراق. الكرملين يؤكد أن هناك مجالاً للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التمويل المخصص لعمل المناخ الدولي لم يصل بعد للحجم أو للسرعة المطلوبة. وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ، أعرب شكري عن تقديره للاجتماع بما يمثله من فرصة للحوار مع دول صاحبة الاقتصاديات الكبرى في العالم، مؤكدا تطلعه إلى أن يساهم المنتدى في بلورة رؤية واضحة حول كيفية تحويل سياسات مختلف قطاعاتها الاقتصادية على نحو يعزز من فعالية الجهود الدولية في مجال تغير المناخ. وأوضح شكري أن اعتماد برنامج عمل جلاسكو يمثل تقدما على صعيد جهود التكيف مع تغير المناخ، مشيرا إلى أن مصر تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها بوصفها رئيس الدورة المقبلة للمؤتمر. بحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد هاتفيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون المناخ جون كيري العلاقات الثنائية واستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. وفي بيان أكدت فيه وزيرة البيئة على أن اتفاق الجانبين خلال الاتصال على أهمية البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو والعمل كذلك على تنفيذ الموضوعات الخاصة بالتخفيف والتكيف والتمويل المناخي وضرورة الوفاء بتعهدات الدول المتقدمة بتقديم التمويل اللازم. من جانبه أكد كيري حرص بلاده على دعم مصر أثناء رئاستها لمؤتمر تغير المناخ. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز محتويات العدد الثاني من مجلة آفاق مستقبلية. يعد الإصدار أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تلقي الضوء على عدد من الاتجاهات المتوقعة خلال العام الجديد. وأثنى رئيس الوزراء على الجهد المبذول من قبل المفكرين والخبراء المشاركين في هذا العدد من أجل استشراف الاتجاهات المتوقعة خلال العام الجديد. كما وجه الشكر للقائمين على إخراج هذا الإصدار بصورة علمية مشرفة لخدمة صانعي القرار. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير السنوي مصر في عيون العالم 2021. يرصد هذا التقرير أبرز المؤشرات والتقارير والتصنيفات العالمية الصادرة من الجهات والمؤسسات الدولية ذات الثقل. وتناول التقرير تطور أداء مصر في مؤشرات الإبداع والابتكار والشمول الرقمي والتكنولوجيا المالية. وحققت مصر في هذا المجال طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية. وراعت منهجية إعداد التقرير اختيار المؤشرات والتقارير التي ترصد وتقيم الخطوات المصرية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وخطط الحكومة كذلك طويلة ومتوسطة الأجل. تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع بكافة أنواعها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60% في كبرى السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة والمنافذ والشوادر المقامة لهذا الغرض. تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 70 لأعياد الشرطة وتحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد، والتي يأتي إطلاقها تأكيدا على الثوابت الاجتماعية في الاستراتيجية الأمنية، وتهدف إلى توفير السلع المختلفة ومنها الاستراتيجية بأسعار مخفضة. واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك.
المبادرة التي جاء إطلاقها بعد تنسيق واجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والكيانات الصناعية توفر السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 60% وبجودة عالية بفروع السلاسل التجارية المشاركة على مستوى الجمهورية، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كل الأقسام موجود فيها خصومات بتوصل ل 50% و60% خلال فترة المبادرة، ودائما بنوجه الشكر للسيد الرئيس على المشاركة الفعالة مع الشعب المصري في تخفيض الأسعار بشكل مستمر على مستوى السنة. أسعار كويسة في المتناول ومتوفرة، وإن هي دايما ومستمرة لحد دلوقتي حاجة كويسة، وأسعار كويسة جدا لنا بصراحة، بالذات في السلع اللي هي زي الزيت والسكر، الرز، المنتجات دي فعلا أسعارها كويسة جدا. المبادرة دي وفرت احتياجات ناس كتير بأسعار مخفضة ومنتجات جودتها عالية متناول للجميع. وقد شهدت السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على تلبية احتياجاتهم في ظل وفرة المعروض وجودته وانخفاض أسعاره مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. بجد احب اشكر قوي الرئيس واقول كل مصر كل سنه وانتم طيبين، بس بتعيد الشرطه وعايزه اقول للرئيس برضو ان بجد المبادره دي مخلياني انا اكتر مكان باجي فيه هنا احسن اسعار بليها اصلا في مكان هنا. النهارده الاسعار فعلا جميله جدا، واحنا خدنا حاجات كتير يعني، وبقول للشرطه كل سنه هم طيبين ودايما يا رب في ازدياد، والبلد في خير دايما، وربنا يعين الرئيس على البلد وربنا يقويه. كل سنة ومصر كلها بخير بمناسبة عيد الشرطة، كل سنة وكل ضباطنا بخير. كما تم إقامة عدد من السرادقات بمختلف المحافظات بغرض عرض المنتجات المشاركة في المبادرة سواء غذائية أو صناعية وبنسب التخفيض المعلن عنها. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. مديريات الأمن قامت بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وأصحاب الكيانات الصناعية الكبرى كل بنطاقها بهدف إتاحة السلع بمختلف أنواعها بأفرع السلاسل التجارية بأسعار مخفضة ليستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى سيارات متنقلة بالميادين لبيع تلك السلع بذات التخفيضات. وفي إطار مبادرة كلنا واحد وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات مجانية تحتوي على سلع غذائية أساسية، وذلك على قاطني حي الأسمرات إحدى المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتهدف تلك المساعدات إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين هناك ودعمهم. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. وتؤكد مبادرة كلنا واحد منذ إطلاقها انحيازها التام لاحتياجات المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، وهو هدف وزارة الداخلية منها. وهنبقى جنبك للنهاية. مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تطلقها وزارة الداخلية، وهي ضمن مراحل كثيرة من هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الاستراتيجية وما يحتاجه البيت المصري بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. شهد اليوم الأول لانطلاق فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورا جماهيريا لافتا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشي جائحة كورونا مع تواجد أمني مكثف لمنع حدوث أي تجاوزات. ينتشر في المعرض عدد كبير من المتطوعين في مجال التنظيم، وذلك من أجل عملية إرشاد ومساعدة رواد المعرض وتسهيل زيارتهم وإنجاحها.
أقامت القوات المسلحة جناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، والذي أطلق عليه اسم المشير حسين طنطاوي. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية من خلال إصدارات القوات المسلحة المتنوعة التي تتناول التاريخ العسكري المصري. ويحتوي جناح وزارة الدفاع الذي تشرف عليه على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية على مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطني والنشرات الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة. ويضم عرضا للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام الوثائقية التي أنتجتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. شيع بعد ظهر اليوم جثمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين سابقا الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير. وحضرت مراسم صلاة الجنازة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ولفيف من القيادات الصحفية والتنفيذية. قاتل لم يترك سلاحه، سلاحه كان ألمه، وظل حتى اللحظات الأخيرة واقف على قدميه وبيحارب معركة الفكر ومعركة التنوير ومعركة الوعي. الأستاذ ياسر كان صحفي كبير درجة مقاتل، كان وطني، كان في يتميز بالخلق، يتميز بالمهنية اللي احنا كنا محتاجينها في الصحافة المصرية. وللأسف يعني يمكن النهاردة احنا فقدنا يعني الأستاذ ياسر، وفقدنا برضو في زملاء أعزاء الأستاذ سامي متولي والأستاذة زينب منتصر. يوم حزين على الصحافة المصرية. كل تعازي للوسط الصحفي لأسرته، أسرة الكاتب الصحفي الكبير المرحوم ياسر رزق. الوسط الصحفي فقد قيمة كبيرة، الوسط الصحفي فقد قلم وطني ترك بصمة يعني في سواء في الصحافة أو في مؤسسة أخبار اليوم. الصحافة المصرية والعربية كلها فقدت قيمة كبيرة جدا. لو شفنا الكلمات اللي كل الناس، كل زمايله الصحفيين، زمايله في الأخبار، زمايله في أخبار اليوم، زمايله في النقابة، وكل المسؤولين في الدولة، هنعرف أنه الحقيقة مش الصحافة المصرية، مصر فقدت قيمة كبيرة. ياسر رزق تاريخ طويل، حد كان موهوب وعاشق لهذه المهنة وعاشق لحرية الصحافة وعاشق لوطن ومدافع عن قضايا وطن لغاية آخر يوم في حياته. ورغم أن صحته كانت تعبانة من فترة، لكنه الحياة كان بيدي درس للجميع طول الوقت في الإصرار على الشغل والإصرار على أنه يكتب بإيده ويشيل الألم والورقة معاه في كل مكان. الحقيقة يمكن جسده رحل، لكن أعتقد أنه كتاباته ومسيرته والنجاحات الكبيرة اللي حققها في حياته هتفضل درس للأجيال الجديدة، تفضل تتعلم منها سنين طويلة إن شاء الله. نتحول إلى الملف العراقي، حيث أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي على ضرورة تشكيل حكومة تحمي المصالح العليا للبلاد. وذكر بيان صادر عن رئاسة البرلمان العراقي أن اللقاء الذي جمع صالح والحلبوسي تناول مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، مع التأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وتلبية متطلبات الشعب العراقي. في ذات الشأن، شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن محافظة البصرة واستقرارها. وخلال ترأسه الاجتماع ضم القيادات العسكرية والأمنية في البصرة، أكد القاظمي على أهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون. كما استمع القاظمي إلى موجز عن الأوضاع الأمنية في المحافظة وخطة كاملة من الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق.
حددت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب الرئيس العراقي. وفي بيان لها أوضحت رئاسة مجلس النواب العراقي أنه تقرر خلال الاجتماع إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية الاثنين المقبل، وذلك بعد استكمال الإجراءات استنادا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بالعراق. إلى الشأن السوداني، حيث دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أطراف الشرق لتغليب المصلحة العامة للبلاد وإعلاء قيم التسامح والوفاق. جاء ذلك خلال أداء لجان المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان والمجلس الأعلى للنظارات والعموديات المستقلة ولجنة الوساطة والمسهلين للقسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إذانا بمباشرة مهامهم واختصاصاتهم. كما شدد دقلو خلال مخاطبته اللجان على ضرورة توحيد الكلمة من خلال حوار مباشر بين كافة المكونات للوصول إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الحالية في شرق البلاد. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن التدابير الاستثنائية تهدف إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي. وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء التونسي، شدد سعيد على أن العمل يتم وفقا للدستور وللقانون من أجل تطهير البلاد ممن استولى على مقدراتها. ومرة أخرى وأنا أذكر الاستثنائية أنها تدابير استثنائية للمرور إلى مرحلة مؤسسات مستقرة مستمرة، على عكس ما يتم الترويج له من قبل من احترفوا الترويج والكذب والافتراء. نحن نعمل وفق القانون بناء على الدستور، بناء على النصوص القانونية التي نضعها في هذه الفترة في شكل مراسيم أو أوامر ترتيبية، ولكن نعمل أيضا وفق الدستور بناء على الفصلين المتعلقين بالحقوق وبالحريات. أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الكامل للهجوم قوات الحوثي على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية بصواريخ باليستية. وخلال اجتماع السادس، اعتبر البرلمان العربي أن الهجوم يعد تصعيدا خطيرا يهدد منظومة الأمن القومي العربي عامة والخليج خاصة، كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين ويقوض الأمن القومي العربي ويضر بالأمن والسلم الدوليين. أعلن الجيش اليمني عن تقدمه واستعادته مواقع في مديرية غرب تعز. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه التحالف العربي عن مقتل أكثر من 190 من قوات الحوثي وتدمير 29 آلية عسكرية خلال العمليات العسكرية في محافظتي مأرب والبيضاء. وفي بيان ذكر التحالف أنه تم تنفيذ 44 عملية استهداف ضد قوات الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية. دخل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في عزل لمدة 5 أيام بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا. وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن نتيجة الاختبار السريع جاءت سلبية، وتعني هذه الأنباء أن ترودو سيتغيب عن إعادة افتتاح البرلمان الاثنين المقبل. أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية استخدام عقار فايزر المضاد لكورونا في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم ويحصل على ترخيص في أوروبا. وقالت الوكالة في بيان رسمي أنها أوصت باستخدام العقار الجديد لعلاج كورونا لدى البالغين ممن هم في خطر الإصابة بشكل متزايد وبعوارض أشد للمرض. عادت بريطانيا إلى تدبير الخطة ألف الخاصة بفيروس كورونا ورفع كل القيود بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامة وإرشادات العمل
من المنزل وشهادات اللقاح. يأتي هذا في وقت حذر فيه وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد من أن فيروس كورونا لن يختفي، داعيا الأفراد إلى الحصول على جرعات اللقاح المعززة. كانت الحكومة البريطانية قد أكدت أن العودة إلى الخطة ألف هو إجراء مؤقت، ولا تزال إرشادات مكافحة العدوى تتطلب ارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الأولية والصيدليات. ما بين انخفاض وزيادة في الأعداد وخوف من انتشار كبير، ولا سيما بعد ظهور متحورات سريعة الانتشار، وما بين انتشار اللقاحات إلى ظهور متحورات ضعيفة الاستجابة لها، مما قد يرغم دولا بعينها إلى جعل تلقي اللقاح إجباريا، وفي كل ذلك يقف العالم حائرا ما بين رغبة في رفع قيود الإغلاق وتمديدها، ويدخل دائرة مغلقة من الأرقام المتباينة التي لم يستطع حتى الآن الانفلات منها. ففي تطور أخير، قالت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا إنها ستباشر إجراء التجارب السريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا لمكافحة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا المسبب لوباء كورونا. تلك التصريحات التي جعلت الكثير من الحكومات تخفف أو تلغي قيود الإغلاق تماما. ففي المملكة المتحدة تم تداول أخبار بشأن إلغاء معظم القيود الصارمة المتعلقة بكورونا، بما في ذلك كمامات الوجه الإلزامية، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أن الطرح الناجح للقاح المعزز عمل على تقليل الأعراض الخطيرة وخفض نسبة إدخال المرضى إلى المستشفيات. وفي الإمارات سيتم رفع حظر الدخول وترانزيت اعتبارا من يوم السبت القادم على المسافرين الذين زاروا في الفترة الأخيرة جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وأثيوبيا، بالإضافة إلى 8 دول أفريقية أخرى. يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الأعداد بعد فترة عصيبة، كما هو الحال في أستراليا التي انخفضت فيها الأعداد بعد نسب قياسية وصلتها في الأشهر الأخيرة. وإلى ألمانيا، حيث أيد المستشار الألماني شولتز اللقاحات الإجبارية لمن هم فوق 18، ولكن حكومته الائتلافية منقسمة بشأن هذه القضية. وبرغم هذا التخبط، إلا أنه على ما يبدو فإن العالم في طريقه لكبح جماح الفيروس ومعاملته كمرض موسمي له تطعيمات. أعلنت الحكومة التونسية عن تمديد حظر التجول الليلي المفروض منذ 13 من يناير الجاري لمدة 2 أسبوع إضافيين مع عودة الانتشار السريع لوباء كورونا في البلاد. وخلال اجتماع للحكومة، أعلنت تونس تأجيل أو إلغاء جميع التجمعات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، وذلك إلى جانب تكثيف عمليات التطعيم والتأكد من حصول السكان على الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على تأييدها لقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تقديم مزيد من دعم بلاده لمهام حلف شمال الأطلنطي الناتو. تصريحات المسؤولة الفرنسية جاءت على هامش زيارتها للعاصمة الرومانية بوخارست ومباحثاتها مع كبار المسؤولين هناك. تناولت المحادثات مسألة إرسال أسلحة وقوات فرنسية إلى رومانيا. قال الكرملين إن هناك مجالا لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم أخذ واشنطن لمطالب روسيا الأمنية الرئيسية على محمل الجد وفي الحسبان، والتي من بينها عدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا. كما أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لن تتسرع باستخلاص النتائج بعد رد الولايات المتحدة على مقترحاتها بإعادة رسم الترتيبات الأمنية. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أوضح أن ردود الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية لروسيا تتضمن أفعالا تبعث على الأمل في إطلاق حوار جدي بشأن قضايا ذات أهمية ثانوية. في غضون ذلك، رحبت أوكرانيا بخطط روسيا لمواصلة المحادثات، معتبرة الأمر مؤشرا على عزم موسكو على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.
ما بين شد وجذب من جانب الولايات المتحدة وروسيا حول الأزمة في أوكرانيا، بدأت بوادر وأمل تلوح في الأفق لتشير على ما يبدو إلى تخفيض لحدة التوتر القائمة هناك. روسيا، وعلى لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، أكدت أن ردود واشنطن بشأن الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي، لكن بشأن قضايا سنوية. ورغم ذلك أعربت عن تشاؤمها إزاء عدم الرد على أهم طلب روسي، وهو وقف تمدد حلف الناتو شرقاً. تصريحات لافروف جاءت بعد أن أعلنت واشنطن أنها صاغت رداً مكتوباً على مقترحات روسيا بشأن ضمانات أمنية في أوروبا، مع مراعاة مواقف جميع الحلفاء والشركاء في أوروبا بما في ذلك أوكرانيا. ورغم ذلك صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأنه ليس هناك دواعٍ كثيرة للتفاؤل في رد الولايات المتحدة على المبادرة الروسية، معتبراً أنه لا يمكن القول بأن واشنطن وحلف الناتو راعي اعتبارات روسيا بشأن الضمانات الأمنية في ردهما على هذه المقترحات، أو أظهر استعداداً لأخذ مباعث قلق موسكو بعين الاعتبار. أوكرانيا نفسها، وفي خطوة تعزز الأمل في حل الأزمة، أكدت على لسان وزير خارجيتها ديمترو كوليبا أنه من المرجح أن تلتزم روسيا بالمسار الدبلوماسي في تعاملها مع أوكرانيا والغرب لمدة أسبوعين على الأقل بعد المحادثات التي جرت في باريس لتهدئة الوضع. أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو تمديد بعثة التدريب العسكري في أوكرانيا لمدة 3 سنوات وتوسيع نطاقها. كما أوضح ترودو أن البعثة تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وإرسال معدات غير قتالية، مشيرا إلى أنه فوض القوات المسلحة الكندية بنشر 60 فردا في غضون أيام للانضمام إلى ما يقرب من 200 موجودين بالفعل على الأراضي الأوكرانية، مع قدرة إضافية بزيادة عدد الأشخاص إلى 400 فرد. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. لندن تأمل إحراز تقدم بالمحادثات مع بروكسل بشأن قضايا التجارة بحلول فبراير المقبل. تأمل وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول فبراير المقبل. جاء ذلك في أعقاب اجتماع تروس مع كبير المفوضين الأوروبيين في شأن بريكسيت ماروس سيفوكوفيتش في بروكسل. وأكدت الوزيرة على نقابات المملكة المتحدة أن تطالب بدعم جميع المجتمعات في أيرلندا الشمالية بما في ذلك النقابات. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع المستشار الألماني أولاف شالتس في البيت الأبيض في 7 فبراير القادم، ومن المنتظر أن يناقش الجانبان التوترات بين روسيا وأوكرانيا. المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أشارت إلى أن بايدن وشولتس سيناقشان ضرورة استمرار التعاون الوثيق في مواجهة مجموعة من التحديات المشتركة بما فيها التصدي لجائحة كورونا والتصدي لخطر التغير المناخي وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيقوم بتعيين للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة تعيين امرأة سوداء عضوا في المحكمة العليا خلفا للقاضي ستيفن براير الذي قرر التقاعد. وأوضح بايدن أنه لم يتخذ أي قرار بشأن الأمر، مشيرا إلى أن الشخص الذي سيسميه سيكون شخصا يتمتع بمؤهلات وبشخصية وخبرة ونزاهة استثنائية. هذا ويعين قضاة المحكمة 9 لمدى الحياة، ولا يشغل مقعد أي منهم إلا بوفاته أو بتقاعده طوعا. ما زلنا في الشأن الأمريكي، حيث أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن مقتل امرأة وإصابة 4 أخريات بجروح في إطلاق نار في فندق. وقالت الشرطة الأمريكية إن 5 أشخاص أصيبوا بالرصاص ونقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق نار في فندق يقع في منطقة سكنية قبل الإعلان عن وفاة إحداهن، لتطوق شرطة واشنطن المنطقة لساعات عدة معلنة بذلك فتح تحقيقات بشأن الحادث.
فشل البرلمان الإيطالي في انتخاب رئيس جديد لرابع يوم على التوالي مع تعثر جهود التكتلات السياسية الرئيسية في التوصل لمرشح مقبول من الجميع للمنصب. هذا ولم يقدم أي من أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط أي أسماء في تصويت اليوم بعد رفض عدة أحزاب لمرشحين محتملين، ما يفتح المجال أمام مناقشات ساخنة خلف الكواليس في الساعات المقبلة. لقي ما يقرب من 1500 شخص مصرعهم بسبب سوء التغذية في إحدى مناطق إقليم تجراي المحاصر في إثيوبيا على مدى 4 أشهر من العام الماضي، من بينهم أكثر من 350 طفلا بحسب تقرير صادر عن مكتب الصحة في تجراي. وأوضحت صحيفة محلية أن 5421 حالة وفاة تأكدت في تجراي بين شهري يوليو وأكتوبر الماضيين، وذلك في تقييم أجراه مكتب الصحة وبعض منظمات الإغاثة الدولية، وهو أول تقييم من نوعه منذ بدء الحرب بين قوات جبهة تحرير تجراي والقوات الأثيوبية في شهر نوفمبر من عام 2020. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر، واستنكرت الولايات المتحدة الأمريكية للتجربة التي من شأنها أن تكون سادسة جولة في التجارب الصاروخية هذا الشهر. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق لما تفترض أنها لصاروخين باليستيين بالقرب من هانغونغ على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وأضافت أنهما قطعا مسافة 190 كيلومترا تقريبا على ارتفاع حده الأقصى 20 كيلومترا. وسط تنديد دولي لا تزال كوريا الشمالية تواصل إطلاق تجاربها الصاروخية، ففي اتجاه البحر الشرقي أطلقت تجربة عسكرية سادسة من نوعها هذا الشهر. التجارب الصاروخية المتكررة دفعت الجارة الجنوبية إلى إجراء مباحثات مع روسيا ناقش خلالها عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وسبل منع تفاقم الوضع. الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية أكد ضرورة استئناف المحادثات المتوقفة مع بيونغيانغ لمواجهة التهديد المتزايد من برنامجها النووي والصاروخي، داعيا إلى دور بناء لروسيا لنزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية. أما الولايات المتحدة الأمريكية فمن جانبها تحركت لفرض عقوبات على بيونغيانغ بعدما أجرت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية، وصلت إلى 6 تجارب منذ بداية العام، من بينها تجربتان زعمت أنهما لصواريخ تتجاوز سرعة الصوت. ووسط تصاعد التوترات الدولية المحت بيونغيانغ إلى إمكانية إلغاء توقفها الاختياري منذ سنوات عن إجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ العابرة للقارات. يأتي هذا التصعيد في وقت حساس بالمنطقة، حيث من المقرر أن تستضيف الصين الحليف الرئيسي الوحيد لكيم جونغ أون الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، بينما تستعد كوريا الجنوبية لإجراء انتخابات رئاسية في مارس. أفادت وكالة رويترز للأنباء بوقوع تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود في كيرغيزستان وطاجكستان في تجدد لأعمال العنف بين الجارتين بعد أن تسبب اشتباك حدودي مماثل في مقتل العشرات العام الماضي. وقالت السلطات القرغيزية إن مواطنين تاجك أغلقوا طريقا يصل بين مركز لمنطقة بدكين وقرية أسفانا القرغيزية قبل نجاح حرس الحدود على كلا الجانبين في فتح الطريق. كما لفتت السلطات القرغيزية إلى أن القتال اندلع لاحقا، مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بهدف توحيد جهود الدولة الساعية للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية وتوفير الدعم المالي لذلك. ينص بروتوكول التعاون على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مستشفياته ووحداته المختلفة على تقديم الخدمات الطبية بالمجان للحالات المرضية التي تحيلها إليه المؤسسة، وذلك في إطار العمل المشترك لصالح المبادرات والأعمال الوطنية
ولتقديم الخدمات والتدخلات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تقديم التوعية الطبية للمواطنين في مختلف محافظات مصر. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقاء ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وبتدليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة بتقدم العيادات التخصصية، عندنا 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا كمان المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل، عندنا الأشعة العادية والأشعة السونار، الفحوصات دي بنوفرها عشان ندعم قرار الطبيب تجاه المريض سواء كان إن هو هيكتب له العلاج المتوفر بالمجان في الصيدلية لكل التخصصات المتاحة عندنا، أو إن هو يعمل له قرار عن نفقة الدولة يقدر إن هو يتحول لأقرب مستشفى مركزي أو إن هو يحوله برضه عشان يعمل عملية جراحية. القافلة بتخدم قرية وجميع القرى التابعة ليها بتعداد سكاني كبير مش قليل، بيجوا للناس لحد عندهم، الناس مبسوطة جدا جدا بالخدمة اللي بنأديها، تقبلهم ما شاء الله جميل، وياريت ان هم يكررون القافلة دي دايما في الوحدة لان اهالي البلد يعني في حاجة الى القافلة دايما. يعني احنا جانا كشفني وجابوا علاج ببلاش والقافلة كويسة والدكاترة كويسين. احنا والله العظيم فرحانين اللي القافله جات لنا النهارده وجبنا اولادنا وجينا نكشف عليهم واتصلوا علينا وقالوا لنا وجايين النهارده الحمد لله اللي هي جات لنا وعايزينها تتكرر عندنا على طول. نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الالكترونيه وصفحات التواصل الاجتماعي من انباء بشان الاعلان عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين والمطلوبه في مسابقه تعيين 30,000 معلم. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بعد 6 أسابيع عن كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين، مناشدة المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أعلنت هيئة الدواء عن انطلاق فعاليات الملتقى الحواري الثاني حول مستقبل صناعة الدواء في مصر والذي يعقد في محافظة الأقصر ولمدة 3 أيام. وأشارت الهيئة إلى أن الملتقى يأتي في إطار تعميق الشراكات مع صناع الدواء والمؤسسات الدولية والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة، خاصة في مجال دعم وتطوير صناعة الدواء، وذلك من خلال مد الجسور للحوار. استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم وفدا إعلاميا من 6 دول إفريقية. وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، قال إن قداسة البابا تواضروس رحب بضيوفه وحثهم عن تاريخ الكنيسة وحدثهم كذلك عن تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، كما قدم قداسة البابا هدية تذكارية للوفد عبارة عن كتاب عن مسار العائلة المقدسة وأيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة إلى مصر. وجهت وزارة التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمجابهة الطقس السيء واستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات. أوضحت الوزارة أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى توقف الأمطار في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة والدقهلية، بينما يتواصل سقوط أمطار ثلجية على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وغلق ميناء شرم البحري لارتفاع أمواج البحر، مع سقوط أمطار خفيفة في حي الجمرك وحي شرق محافظة الإسكندرية وأيضا بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، مع استمرار العمل بميناء دمياط أمام حركة الصيد والملاحة.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية للعام 2022 بلغ 775 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح كبيرة تستحق التكريم. من بينهن 400 متقدم انطبقت عليهن الشروط، وجاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت نحو 136 سيدة انطبقت الشروط على 63 منهن. وتواصل اللجان الفرعية على مستوى المديريات المختلفة مراجعة كافة الأوراق للمتقدمات للمسابقة ممن انطبقن عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن، واختيار متقدمتين من كل محافظة تمهيدا لإرسالهما للجنة العليا في القاهرة، والتي بدورها ستحدد المتسابقة الفائزة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية. انطلقت فعالية سباق الهجن الدولية بمشاركة أكثر من 1000 متسابق من مصر والأردن من مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ. يقام السباق في إطار احتفالات مصر بأعياد الشرطة المصرية بالتزامن مع عيد الهجن المصرية، وتتضمن أشواط السباق الدولي بمضمار الهجن على 29 شوطا. شهدت شواطئ مرسى علم مهرجان الفراولة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في أجواء دافئة باستخدام 11 طن فراولة ومشاركة 11 شيف، وتم إعداد تورتة كبيرة على هيئة الجيتار بالفراولة وساندوتش الفراولة وحلويات وتورتة عصائر للعصائر فريش وفراولة طازجة. أشار الخبير السياحي بالبحر الأحمر عاطف عثمان بأن المنتجات السياحية حرصت على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين على الشواطئ في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد. والآن مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة تستعرضها لنا دينا فكري. مساء الخير دينا، أهلا بك. مساء النور، شكرا لك مصطفى، وشكرا نهى. وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. ذكرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الأوباك أن النمو الأكبر في حجم صادرات الدول العربية من الغاز المسال خلال الربع الرابع من عام 2021 جاء من مصر، التي قامت بتصدير نحو 2.1 مليون طن خلال هذا الربع. وأشارت الأوباك إلى أن صادرات مصر من الغاز المسال ارتفعت بمقدار 109% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، ويعود هذا النمو المستمر في حجم الصادرات إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط في شهر فبراير الماضي، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع إدكو. أكد بنك ستاندرد شارترد البريطاني على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة وقوة واستقرار القطاع المصرفي لمصر خلال السنوات الماضية. وفي بيان له، أشار البنك البريطاني لأن الأمر انعكس على قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعياتها، لافتا إلى أن ذلك كان سببا وراء قرار البنك الدخول إلى السوق المصرية في هذه المرحلة. وقال البنك أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في مصر ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، بما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الإفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملات المصرية على المدى القريب رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا. وذكرت جولدمان ساكس أن القلق إزاء العملات المصرية خلال هذا العام مبالغ فيه لأكثر من سبب، أبرزها أن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و78 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيها و65 قرشا للشراء وسجل 17 جنيها و80 قرشا للبيع، في حين وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيها 14 قرشا للشراء و21 جنيها و33 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيهات و26 قرشا للشراء، وسجل للبيع 4 جنيهات و30 قرشا، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء و4 جنيهات 21 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب عالميا لتصل إلى 1817 دولارا للأوقية. على الصعيد المحلي، انخفضت أسعار الذهب حيث سجل عيار 18 نحو 681 جنيها للجرام، أما عيار 21 فقد سجل نحو 795 جنيها للجرام، كما لامس عيار 24 نحو 908 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 6368 جنيها. إلى أسواق النفط العالمية، حيث جرى تداول النفط عند أعلى مستوياته في 7 سنوات بنحو 90 دولارا للبرميل، حيث دعمت أزمة أوكرانيا الأسعار على الرغم من إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% ليصل إلى 90 دولارا وسنتين للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 87 دولارا و33 سنتا للبرميل. أجازت منظمة التجارة العالمية للصين فرض رسوم جمركية تعويضية بقيمة 654 مليون دولار سنويا على بضائع من الولايات المتحدة في قضية استمرت 10 سنوات. وقال المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي آدم هادج، قال إن قرار منظمة التجارة العالمية بشأن فرض الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية مخيب للأمال بشدة. المزيد في سياق هذا التقرير. حرب تجارية دامت لعدة سنوات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فقد استغاثت الصين بمنظمة التجارة العالمية في عام 2012 للطعن في رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة بين عامي 2008 و2012، معظمها أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على 22 من المنتجات الصينية بدعوى أنها تحصل على دعم حكومي. حيث أجازت منظمة التجارة العالمية للصين فرض رسوم جمركية تعويضية بقيمة 645 مليون دولار على بضائع من الولايات المتحدة في قضية استمرت 10 سنوات. وفي رد فعل سريع، عبرت الحكومة الأمريكية عن خيبة أمل عميقة لقرار منظمة التجارة، والذي قالت إنه يبرز الحاجة إلى إصلاحات في المنظمة.
وقال المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن القرار يعزز الحاجة إلى إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية وكذلك آلية تسوية المنازعات التي يجري استخدامها لحماية الممارسات الاقتصادية الصينية غير الملتزمة بقواعد السوق وتقويض المنافسة العادلة. ومن ناحية أخرى، فقد سجل العجز التجاري الأمريكي في السلع مستوى قياسي مرتفع في ديسمبر مع ارتفاع الواردات لخامس شهر على التوالي وسط طلب محلي قوي، وهو ما يشير إلى أن التجارة ظل لها على الأرجح تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2021. وصلنا إلى ختام أخبار المال والأعمال، وعودة مرة أخرى إلى نهى ومصطفى. شكرا دينا على هذا الاستعراض لأخبار المال والأعمال. عقدت وزارة الخارجية سلسلة من المشاورات مع مجموعة من الدول والأطراف المختلفة للاستماع لرؤيتهم حول شتى الموضوعات ذات الصلة بتغير المناخ. يأتي ذلك في إطار الإعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. وفي هذا الصدد أجرت إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية وبمشاركة مسؤولي وزارة البيئة مشاورات ثنائية عبر الفيديو كونفرنس مع كل من الولايات المتحدة وروسيا واليابان وزامبيا ومجموعة من الدول متشابهة الفكر، بالإضافة إلى مجموعة المفاوضين الأفارقة، حيث تم تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر التي عقدت بجلاسكو في نوفمبر الماضي والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر. هذا وقد أكد الجانب المصري خلال المشاورات على ضرورة التحول نحو تنفيذ التعهدات المختلفة في إطار المفاوضات، في حين أكدت الدول الأخرى من جانبها على دعمها الكامل للرئاسة المصرية لضمان نجاح مؤتمر شرم الشيخ. عن آخر أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا ومتابعة المنتخب المصري، نتحول إلى دينا فكري. أهلا بك دينا، تفضل. شكرا لكم مجددا. وأخبار الرياضة محليا وعالميا، غادرت بعثة المنتخب الوطني مدينة دوالا الكاميرونية بعد أن أدت بها أمس مباراة دور 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية، متجهة مرة أخرى إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء المغرب يوم الأحد المقبل ضمن مباريات دور الثمانية. بخطى ثابتة وأداء مطمئن نجح المنتخب الوطني في حجز مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقام حاليا في الكاميرون، مسيرة بدأتها كتيبة الفراعنة بهزيمة مفاجئة أمام نسور نيجيريا بهدف، ولكن سريعا ما استعاد الفريق توازنه وحقق فوزين متتاليين في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات أمام غينيا بيساو والسودان. بطاقة الصعود لمنافسات دور 16 حصدها رجال البرتغالي كيروش ثاني المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف المنتخب النيجيري الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة. وفي منافسات ثمن النهائي كان المنتخب الوطني على موعد مع مواجهة نارية أمام منتخب كوت ديفوار الذي صعد متصدرا للمجموعة الخامسة، مباراة إقصائية خاضها النجم محمد صلاح ورفاقه عازمين على تحقيق الانتصار والمضي قدما نحو البطولة. محاولات عديدة أجرها لاعب الفراعنة من أجل إحراز هدف ودك حصون الأفيال للإيفوار لكنها لم تكلل بالنجاح، لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي لتحتكم المباراة لركلات الترجيح. ورب ضارة نافعة، فبعد خروج حارس المرمى محمد الشناوي مصابا خلال شوط اللقاء الثاني ودخول محمد أبو جبل بديلا له، تألق الأخير كان عاملا رئيسيا في بلوغ الفراعنة دور الثمانية للمونديال الأفريقي، وذلك بعد تصديه لركلة ترجيحية كان سببا في الفوز والتأهل للدور التالي. وبعد التأهل أصبح المنتخب الوطني على موعد مع صدام قوي أمام نظيره المغربي الذي تأهل بدوره للربع النهائي على حساب منتخب ملاوي. وقبل مباراة مصر والمغرب نستعرض لكم تاريخ مواجهات المنتخبين من خلال العرض التالي.
أما محليا فقد خسر الأهلي من مضيفه سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة. بهذه الخسارة تراجع الأهلي إلى المركز السادس والأخير في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما رفع سموحة رصيده إلى 7 نقاط يتربع بها على صدارة الترتيب. وفي البطولة نفسها حسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي ومضيفه المقاولون العرب. بهذه النتيجة تعادل الإسماعيلي للمرة الثالثة خلال مرحلة المجموعات، حيث لم يحقق الدراويش الفوز إلا في مرة واحدة كانت أمام سموحة بهدف نظيف. في المقابل أهدر المقاولون العرب فرصة الوصول للقمة ليحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط. ونبقى مع كأس الرابطة، حيث تعادل الجونة مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لمثله، وبهذا التعادل رفع الجونة رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الخامس. وفي البطولة نفسها يلتقي الزمالك غدا مع سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه إنبي فريق طلع الجيش، ويلتقي غزل المحلة مع فاركو. ختام أخبار الرياضة وعودة إلى نهى ومصطفى. شكرا جزيلا لك دينا. أقرت الحكومة السويدية بناء منشأة لتخزين للاحتفاظ بالوقود النووي المستهلك في البلاد في مكان آمن ولمدة 100,000 عام قادمة. وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هناك ما يقارب 370,000 طن من الوقود النووي المستهلك عالي الإشعاع مخزنة في منشآت مؤقتة حول العالم. الآن مشاهدينا الكرام إلى الأحوال الجوية والطقس. أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله تستعرضها لنا من جديد في جولة ثالثة وأخيرة دينا فكري. شكرا لك مصطفى ونهى. وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. ونبدأ بالقاهرة 16-8، الإسكندرية 16-10، مطروح 14-8، بورسعيد 15-8، الإسماعيلية 16-8، ونتحول إلى سويس 15-8، العريش 15-8، طابة 16-10، شرم الشيخ 19-13، الغردقة 18-13، الأقصر 17-7، أسوان 18-8، الوادي الجديد 16-5، شلاتين 17-10، أما حلايب 18-11. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
بأحوال الطقس ودرجات الحرارة مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العناوين. شكري يؤكد أن التمويل المخصص لعمل المناخ الدولي لم يصل بعد للحجم أو للسرعة المطلوبة. الرئيس العراقي ورئيس البرلمان يؤكدان أهمية تشكيل حكومة تحمي مصالح العراق. الكرملين يؤكد أن هناك مجالا للحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية. ختام نشرتنا، لكن هواء التاسعة مستمر مع حضراتكم مع الإعلامية شفكي المنيري. أهلا بك شفكي، مساء الخير. مساء الخير يا نهى، مساء الخير يا مصطفى. مساء الخير. أخبار الطقس إيه؟ الطقس يبدو أنه يعني ألقى بظلاله على الدولة المصرية كلها، وهنتابع طبعا على مدار الأيام القليلة القادمة تطورات، وهنتابع طبعا مع حضرتك بعد شوية. طيب يعني لو أنت اديتني لغة العربية أتمنى أن يلقي بظلاله وبشمسه. نعم، نتمنى الشمس أن تشرق من جديد. دي أهم حاجة فعلا. بشكركم، بشكرك يا نهى، بشكرك يا مصطفى، وأتمنى لكم دائما التوفيق ولكل صناع نشرة التاسعة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدأ التاسعة، تفضلوا.